انطلاقا من حرص الدولة ورعايتها للأشخاص ذوي القدرات والهمم، تواصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأسوان تفعيل دورها لتمكين ذوي القدرات والهمم. وفي هذا الإطار نظمت إحدى الجمعيات الأهلية بأسوان أنشطة وفعاليات لتنمية مهارات الأطفال من ذوي القدرات والهمم من فئة الشلل الدماغي، حيث شملت الأنشطة ندوة توعوية للأسر إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال بمشاركة أولياء الأمور والقائمين على تنظيم هذه الأنشطة، وذلك تأكيدا على أهمية المشاركة المجتمعية في تمكين الأطفال من ذوي القدرات والهمم. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل محمود عبد الحافظ. المشاركة المجتمعية لها دور كبير في تمكين ذوي القدرات والهمم، وفي هذا الإطار تواصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأسوان تنفيذ أنشطتها المختلفة، والتي تشمل عقد الندوات التوعوية لتقديم الدعم النفسي للأسر وأولياء الأمور، إلى جانب تنظيم الحفلات الترفيهية والتدريبية لتعديل السلوك وتنمية مهارات الأطفال من ذوي القدرات والهمم. من هذه الأهداف التي ينبغي أن نتعاون عليها المساواة، المواساة فيما بيننا والتكافل فيما بيننا، بحيث يقف الفقير بجوار أو بحيث يقف الغني بجوار الفقير، وبحيث تقف الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بجوار الذين يحتاجون إلى العلاج. أمثال مثلا القائمين مثلا على التأهيل الاجتماعي والتأهيل المتعلق بالجلطات الدماغية أو الشلل الدماغي للأطفال وما إلى ذلك. فكل ما من شأنه أن يسعى لخدمة المجتمع واجب أن يتكاتف الجميع من أجل التعاون في رفع الكاهل والعناء الذي يعانيه المرضى وزويهم. لذلك ينبغي علينا أن نتكاتف، أن نكون يدا بيد، إن لم نكن بسواعدنا وبأموالنا فبقلوبنا وبدعائنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي، وأن نكون جميعا إخوة متحابين متراصين ملتفين حول بعضنا البعض، لنكون أمة واحدة يجمعنا حب واحد وقلب واحد ووطن واحد من أجل الارتقاء بهذا الوطن الحبيب. النهاردة هنتكلم عن دور الجمعيات الأهلية اللي جاء بناء على الفترة الأخيرة اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء من هنا هدف الجمعية أن هي تساعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديدا فئة أطفال الشلل الدماغي، إن هم محتاجين الدعم الأكتر من الدولة ومن طريق المؤسسات والجمعيات الخيرية. والنهاردة احنا في صدى مساعدة أكبر عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن شاء الله يتم شفاء جميع أطفالنا على خير. جمعية بتقدم أنشطة للأطفال من شقين، الشق الأول العلاج الطبيعي عن طريق التمارين من دكاترة مختصين خريجين علاج طبيعي، والقسم الثاني التدخل المبكر بتبقى عن طريق الجلسات زي جلسات التخاطب، جلسات الدعم الأكاديمي، صعوبات التعلم، تنمية المهارات، التكامل الحسي. بنحاول نوفر على قد ما نقدر ان احنا نساعد اطفالنا وننمي جميع الجوانب. احنا الحمد لله رب العالمين بنكفل ما يقرب من 2500 طفل بفضل الله، ليهم علاج طبيعي وليهم اقسام اخرى من ضمنها تخاطب، من ضمنها تكامل حسي وغيره وغيره وغيره. وخلاف ده احنا بفضل الله بيحصل دعم للامهات اللي موجوده وللاسر، من حيث مثلا زي شنط رمضان وغيره وغيره بفضل الله. احنا بندعو كل المنظمات المجتمع المدني بالكامل ان هي تقف وتتكاتف مع الاطفال ذوي الهمم، انطلاقا من المبادرات اللي بتحصل من الدوله تجاه هؤلاء الأطفال. طبعا الجمعية بتخدم الفئة المستهدفة، هي فئة أطفال الشلل الدماغي. الأطفال دي أطفال بنسميهم أطفال ذو الرحمة. طبعا الأطفال دي مهم جدا الرعاية بها، من التكفيل بها لعلاج وأدوية وجبائر وغيره من الخدمات المجتمعية، لتوعية يعني الأمهات ودور التثقيف بالنسبة للأم. طبعا الاهتمام بالطفل ده مهم جدا. ذوي القدرات هو مش طفل فقط عنده إعاقة، بل بالعكس هو طفل بيكون سليم. في بعض الأطفال عندها اعاقات حركيه فقط، وفي اطفال عندها اعاقات عقليه، بس بالقدره في اطفال كتير بتنجح وبتطلع وبتتخرج من الجمعيه، وبتكون اطفال ذو يعني قدرات خاصه كبيره جدا. يعني تأتي هذه الجهود انطلاقا من حرص الدولة ورعايتها للأشخاص ذوي القدرات والهمم، وتعزيز دور العمل الاجتماعي وإعلاء لقيم العطاء والتكافل في المجتمع. محمود عبد الحافظ لقناة طيبة.